أهلا بكم. عيان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن. في سياق متصل، رفضت حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة المقبلة قائلة إن العرض الذي قدم لها ليس مغريا لها لدخول الحكومة المقبلة. تكنوقراطي جديد على رأس الحكومة في الجزائر، بين بروفيسور في العلوم السياسية ذاهب ووزير مالية قادم، تتضح أولويات مرحلتين مختلفتين تماما. وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مكلف بمواصلة المشاورات السياسية مع الأحزاب والمجتمع المدني لاختيار تشكيلة الجهاز التنفيذي المقبل، جهاز رفضت حركة مجتمع السلم المشاركة فيه. يقول مقري: لا نريد أن نكون في الحكومة فقط بل في الحكم أيضا. العرض المقدم لم يكن مغريا بالنسبة للحركة الطامحة للمزيد. صرحنا من قبل بأننا نريد أن نكون في الحكم وليس في واجهة الحكم، وفق ما يمنحه لنا الجزائريون من أصوات، قضية ديمقراطية وقضية قضية إرادة شعبية، فلم نجد استعدادا للنقاش في هذا الأمر. أولوية الاقتصادي على السياسي ستفرض منطقها على تشكيلة الحكومة المقبلة، حكومة تتولى مهامها في مرحلة توصف بالصعبة، فيما يبقى الرهان قائما على مدى نجاعة تطبيق برنامج الرئيس. طبيعة المرحلة تقتضي أن نحرك عجلة النمو الاقتصادي، أن نحرك، أن نمشي إلى إقلاع اقتصادي، أن نمشي إلى حل الإشكالات الكثيرة المعقدة في البنوك وفي الضرائب وفي الجمارك وفي الاستيراد والتصدير. تحقيق التوافق السياسي يبدو صعبا مقارنة بالخيارات المتاحة، خيارات تقلصها أزمات المرحلة السياسية والاقتصادية، وإن أبدت السلطة استعدادها للنقاش عن طبيعة الحكومة المقبلة. بعد تعيين وزير أول، ينتظر الإعلان عن شكل الحكومة النهائي قبل بدء المجلس الشعبي الوطني عمله في غضون الأيام القليلة المقبلة. مستجدات تتواتر لصيف يبدو ساخنا سياسيا في البلاد. جهيد رمضان، العربي، الجزائر. وللمزيد ينضم إلينا من الجزائر الدكتور رضوان أبو هيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر. أهلا بك معنا دكتور. إذن الرئيس الجزائري يعين أيمن عبد الرحمن رئيسا للوزراء خلفا لعبد العزيز جراد، ما هي تصوراتكم بداية عن الرئيس الجديد وتوجهاته السياسية وكذلك شكل الحكومة المقبلة؟ لا، أولا الرئيس أعتقد أنه لم يقع في فخ أنه تحيز لحزب معين واختار شخصية متحزبة لمنصب وزير أول، بل اختار شخصا تكنوقراطيا بعيدا عن أي تسيس من ناحية وأي تحزب. هذا أعتقد أنها نقطة تحسب لعبد المجيد تبون، لأنه كشخصية يحاول البحث عن التوافق السياسي ما بين الأحزاب، منصب الوزير الأول قد يخلق نوع من الصراع إذا كان خياره وقع على أحد الأشخاص المتحزبين، أو حتى لو كانت الأحزاب الفائزة في التشريعيات الأخيرة. طبعا تبدو الأولوية للحكومة القادمة هي اقتصادية بامتياز، اختيار وزير المالية في الحكومة الأخيرة لمنصب وزير أول هو خيار اقتصادي بالدرجة الأولى. تبدو أن التحديات والرهانات الاقتصادية هي من أولويات عبد المجيد تبون في المرحلة القادمة، خاصة باختياره لأحد رجالات الثقة وأحد مقربيه أيضا.
هذا الوزير الذي تحول أو رقي إلى وزير أولا في انتظار طبعا الحكومة التي من المنتظر أن تكون مزيجا ما بين التكنوقراطي والسياسي. يعني السؤال هنا عن نصيب الأحزاب يعني في البرلمان من هذه الحكومة، سيما وأن حركة مجتمع السلم ترفض يعني المشاركة في الحكومة المقبلة. لا، هو الرئيس الجمهورية من ناحية الدستورية له الحق والصلاحية في اختيار الحكومة التي يشاء دون مشاورة. ما يقوم به من مشاورات سياسية مع الأحزاب مؤخرا هي مبادرة شخصية من رئيس الجمهورية وليست ملزمة. يعني هذه المفاوضات قد لا تفضي إلى شيء، وقد تكون الحكومة تكنوقراطية بامتياز، لكن الرئيس في اعتقادي لديه رؤية سياسية معينة يحاول أن يحتوي عدد من الأحزاب في صفه لتطبيق برنامج الرئيس، لأنه في حال وصول حزب من خلال التشريعيات السابقة إلى أغلبية برلمانية كان سيطبق برنامج الحزب وليس برنامج الرئيس. اليوم الكرة في مرمى رئيس الجمهورية، هو يبحث فقط عن من يدعمه في تطبيق برنامجه في الفترة ما تبقى يعني من فترة حكمه، وهي ما يقارب 3 سنوات والنصف. بقدر ما تمكن من احتواء هذا الأحزاب، بقدر ما سهلت عليه الأمور في تطبيق الإصلاحات التي رأها. وأعتقد أنه حركة حمس فقط موقفها وإن كان سيادي ويخصهم، إلا أنه من ناحية سياسية لن يقدم ولن يؤخر في شيء في المشهد السياسي الحالي والمستقبلي. نعم، أي تحدي مقبل أمام سيد أيمن عبد الرحمن في قدرته على كسب ثقة الشعب، سيما وأن غالبية الشعب الجزائري لم يشارك في هذه الانتخابات بل قاطعها؟ فإلى أي مدى هناك تحدي أمام الحكومة المقبلة في كسب ثقة الجزائريين؟ لا، هو طبعا من خلال أولا الدقة في اختيار هذا الحكومة القادمة. يعني الطاقم الحكومي يجب أن يلقى نوع من الإجماع، على الأقل التوافق، حتى لا نقول إجماع، نقول توافق شعبي وسياسي، لأنه الشعب أصبح يلاحظ وأصبح ينتقد حتى الوزراء. في اليوم الوعي الشعبي تغير مقارنة بالعهودات السابقة مثلا للنظام بوتفليقة، أين كان المواطن لا يبالي بمن هو وزير ومن هو رئيس حكومة أو وزير أولا. اليوم المواطن ينتظر تجسيد عدد من التعهدات، ينتظر تحسين معيشته اليومية على الأقل، ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، وهو الرهان الأكبر للوزير الأول الجديد وللطاقم الحكومي أيضا المنتظر، لأنه المواطن لا يمكن كسبه إلا من خلال تحسين وضعه المعيشي بكل المستويات، وإعطاء صورة أيضا للجزائر، لأن هناك تحديات إقليمية وتحديات دولية لا يمكن أن نتجاوزها أيضا. من الجزائر الدكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك.